كثير مهم نهتم بنظامنا الغذائي، وهذا الشيء ما لازم حدا يتجاهله، خاصة مع فصل الصيف اللي بيتميز بارتفاع درجات الحرارة، والبشرة هي من أهم مناطق الجسم يلي تتأثر سلباً بحرارة الطقس، وبتصير بحاجة لنعتني فيها بشكل أكبر لنحافظ على رونقها وحيويتها. وبتعتبر الفيتامينات أحد أهم الأسرار يلي بتحمل خصائص متعددة للحصول على بشرة مشرقة وصحية. لهيك في مجموعة فيتامينات لازم نركز عليها، والبداية من فيتامين سي. بيتميز فيتامين سي بالعديد من الخصائص يلي بيعزز صحة البشرة وبيحافظ على مرونة الجلد وبيأخر ظهور الخطوط الدقيقة وبيعزز من إنتاج الكولاجين، كما يحتوي على مضادات الأكسدة، بالإضافة لأنه بيستخدم في تركيب أنواع متعددة من مستحضرات العناية بالبشرة، وخاصة يلي بتعالج التصبغات والجفاف والتجاعيد. وأكيد بنقدر نحصل عليه عن طريق تناول البرتقال، الكيوي، الفراولة، الخضروات الورقية، البروكلي، أو من خلال المكملات الغذائية عند الحاجة. باقي الفيتامينات رح نتعرف عليها بهالتقرير. غير عن كل الفصول، بيحتاج الجسم بفصل الصيف بالتحديد زيادة ببعض الفيتامينات والمعادن الضرورية ليقدر يواجه مشكلات صحية وخاصة بالبشرة، هالشي بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس. ومن أهمها فيتامين إي يلي بيتميز بخصائص فعالة بترطيب البشرة بشكل طبيعي وحمايتها من الجفاف، يعتبر من أهم الفيتامينات يلي بتفيد الجلد خاصة بفصل الصيف. تتركز وظيفته بالحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية يلي عادة بتسبب ظهور الكلف والتجاعيد الدقيقة، وكمان بيحتوي هذا الفيتامين على مضاد فعال لأكسدة الخلايا. ويوجد العديد من الأطعمة مثل الخضروات الورقية والزيتون، سمك السلمون، والمكسرات مثل اللوز والبندق وبذور توار الشمس. أما بالنسبة لفيتامين A فبيلعب دور مهم بمنح البشرة النضارة والمظهر الحيوي، بيساهم بتقليل ظهور الهالات السوداء تحت العين، وبيعزز الدورة الدموية وبيزيد من إنتاج الكولاجين، وهو كمان يعمل كمقشر طبيعي لسطح الجلد، بالإضافة لدوره الأساسي بتوحيد لون البشرة. هلأ كيف ممكن تحصلي عليه؟ ففي كتير من الأطعمة يلي بتحتوي على فيتامين A مثل الخضروات الورقية، الجزر، ومنتجات الألبان. هلأ رح ننتقل لفيتامين كي، المعروف بقدرته العالية على علاج الندبات والتخلص من مشكلة الهالات السوداء تحت العين، بالإضافة للحد من ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة على البشرة. وبيتواجد بالخضروات مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والملفوف والخيار والخس. والختام رح يكون مع فيتامين بي 1، تتعدد فوائده للبشرة، بيساهم بزيادة الدورة الدموية نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة يلي بتساهم بدورها بالحماية من الشيخوخة المبكرة. وممكن نحصل على هذا الفيتامين من الحبوب الكاملة، الخبز، المعكرونة، البقوليات، الأرز البني، اللحوم والأسماك، البيض، وبذور القمح والنخالة.